كيفكم؟ اشتقنا لكم. هاي يا حلوين، كيفكم؟ اشتقنا لكم. رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو اليوم تحدي. تحدي بما انكم سهرانين وتعبانين وما عندكم حيل، اعملكم تحدي هيك اسئلة عامة ومحرجة. والصراحة راحة يا سامر بك يا ننوشي وستيلا وانجلينا، هيك حبيت شوي ادردش معكم. هيك صراحة بدي يعني بدي هيك شوي صراحة تكون. اوكي، اذا ما بتحكي وحدة صراحة في لها عقاب، يعني احسن لكم. احسن اللي ما حكت الصراحة في طبعا، يعني لا ما في عقوبة بدك تحكي صراحة. أسئلة محرجة يعني عامة أسئلة هيك، بتمنى تشاركوني وهيك نعمل سهرة مميزة حلوة مع متابعينا. قبل ما نبدأ جينا شوي احكي، لأنه أنت ما بتحكي بالتحدي. أجينا أقول اليوم بدي أحكي صراحة متابعينا. شو احكي لي شو متعلمة ستيلا؟ قولي. بيحطوا لايك او خرب الدنيا، ما بس بدنا تقول حطوا لايك. لا، اللي بيحط لايك بيحطوا، اللي ما بيحط كمان اهلا وسهلا فيهم، مو مشكله عنا. المهم شو هي المشكله؟ انت بتحكي. ايه بحكي. اوكي احكي تفضلي. بتحكوا اليوم خلاص؟ يس يس يس. وعد؟ يس. خلينا نجرب نشوف هالسهره كيف رح تكون مميزه اليوم. اختاري. قبل ما نذكر القلوبات لكل المتابعين، لاسكو على التحدي. انت من هلا قاعده على الكرسي؟ اللي بدها تقعد على الكرسي هي اللي راح تكون دورها. كل وحده راح تقوم كل دور تقعد على الكرسي. اوكي نبدا. نبدا. لاسكو. ننوشي انت تاتو بعمرك؟ عملتي تاتو من قبل؟ نعم تاتو. لا. ايه بتحبي؟ احكي لي صراحة، بتحبي تاتو؟ خايفة مبين. ما رح تعملي على اي مكان؟ لا ابدا. صراحة؟ صراحة ما عملتي باي مكان؟ اكيد بجسمك ما في. ما بتحبي تعملي؟ هاي صراحتك؟ ابدا بكره التاتو، ابدا ما بحبه. اوكي ننوشي. ايه اغير ولا خلي ننوشي؟ لا 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 تحبي الاسئلة. ايه استخدمتي فرشاة اسنان غيرك؟ صراحة خليكي صراحة. يلا يلا يا ننوشي يلا. شو السؤال؟ صراحة يلا يا ننوشي. ايه بالغلط. شفتوا؟ لمي بالغلط ما بتذكر. لا كل الكل بيعرف، كل وحده لها اللون مميز. كل وحده لها اللون يعني. ما سويت هيك يعني بالغلط. هيك مسامحني. مو شو السؤال؟ صدمت كثير. عن جد؟ ننوسه انت اسئله. مرت معك 10 ايام وما ما دخلتي على الحمام، يعني تحممتي استخدام الحمام، يعني حممتي راسك 10 أيام رايحة؟ احكي صراحة. 10 أيام لا أكثر ولا زيادة. عدى عليكم. بدي أهرب. لا ما في هروب. لا بدك تحكي. رايحة معك شي 10 أيام وأنت ما استحممتي أبدا؟ إيه. حلو. تفضلي أنا نوشي. ثانك يو على صراحتك. شو الأسئلة؟ والله يتعصب. راح اختار ستيلا. لا يلا عفوا ننجلي دقيقة انت ندرين انت قومي قاعدي عط. ايوه تفضلي يلا. ستيلا القلب يدق. ستيلا من زماناتك يعني نمتي بالمدرسة شي مرة؟ لا ما تذكري انت الآنسة كانت عم تعطي الدروس وانت نايمة؟ لا ما نمت ابدا. والله بسرعة بتقولي اياه كمان. لا اكيد ما نمت. طب صراحة اكلتي اكل هندي بحياتك؟ بس ندمشي حرام. لا ثانية.
لسه عم تطلع على شيرين. شيرين جاي من الهند؟ لسه عم تطلع على شيرين؟ شو ما علاقة موضوع شيرين؟ يلا احكي لي صراحة يعني؟ ستيلا هيك أول سؤال لألا؟ سؤالين سألتي. لا ستيلا آخر سؤال، أنت قلتي آسف وأنت مو على خطأ؟ يعني أنت ما غلطتي لحدا؟ مليون مرة. شيرين بس نحن بسارة مانا مستشفى المجانين، خليكي محترمة نفسك. صريحة. بس أنت على يعني مو على خطأها وقلتي آسف. أنا شوي نسيت سألت ثلاث سؤال؟ سألت أوكي تفضلي على محلك. أنجلينا أنجلينا يلا بسرعة. ليش صف صف عن أنجلينا، شي مرة أنقذتي بحياتك شخص؟ لا إني يعني أخواتك أنقذتي، يعني عملتي بطولة الفيلم؟ لا أكيد أنقص يا ما كان أندرياس، ما أنقص يا أندرياس ما أي شيء خطر. يا هي عم تضحك متابعينا. أنجلينا أنتي بما أنك ما عم أنجلينا أنتي بما أنك ما عم تحكي بس بحياتك يعني تذكر يا تحدثتي هيك قدام 100 شخص؟ 100 شخص عالم كثير يعني مجموعة حكي. إيه ما هيك صرتي قدام الكل وعم تحكي أنتي؟ إيه وين كانت الخناقة بالحديقة يعني؟ حكي حكي الصراحة. شو ايه وايه؟ بالملعب لما بتلعب طابة اكيد. لا ما عم بحكي، عم بحكي انتي تحدثتي امام يعني نقول خيو 10 اشخاص، دخلتي هيك بالحديث عادية؟ اكيد يعني صرتي خلص نقول هدول الثلاثة تهمون. لا ما بصير تحكوا لا 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 هاي مو صراحة. طيب سؤالك الثاني. طولي بالك طولي بالك. مو ما هي صريحة. هذاك اليوم كنت عم تحكي مع طلاب وطالب قلت له عارف كويس اشخاص عم تحكي مع كلمة واخدة مجدك عم تحكي معجب يعني ولا واحد من عم تحكي معجب؟ كنتي معجب يعني وقتها؟ معجب؟ عم يلعبوا طابة وسلة؟ احكي انت سامر ليش عم تحكي؟ خليها تحكي تفضلي احكي. ما بصير ما تحكي. ما حكيتي احكي احاديث؟ طبعا انجلينا عملتي مشكله في مكان عام؟ ايه ولي ممكن تشرحي لنا امتى عملتي هالمشكله؟ وين المكان؟ خليكي بحالك. وين المكان؟ يلا بسرعه يا انجلينا. ما بعرف ما عم تحكي صراحة. لازم تحكي صراحة. صح ما ذكر يعني خناقات. وين عملتي المشكلة؟ بالبيت بال أي مكان؟ بالكافيتيريا ملعب حديقة وين بالشارع؟ بالملعب. صارت معك مشكلة؟ أوكي تفضلي يا شو يعني جينا ما حكي. تعالي يا شيرين صراحة. شيرين 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 دخلتي علاقة حب من قبل؟ لا يعني في بابا موجود. خليكي صريحة. صريحة؟ أبدا ولا مرة يعني لسه ما دخلتي علاقة حب؟ لا. خلينا صريحين يعني البابا مثل صديقكم يعني والماما كمان. شو ليك؟ ولا شي مانا شي. شيرين سرقتي أموال من بابا أو ماما؟ ايه. ياي سؤالة؟ صريحة. شو أنا؟ امتى؟ كنت صغيرة سرقت. شيرين حذفتي مشهورك لأنه ما كان عليه تفاعل؟ في التيك توك؟ لا ولا مرة؟ لا ولا مرة. خلص تفضلي شيرين عادي معك. الحمد لله خلصت حالة. تفضل يا سامر آخر شيء رح تكون أنت. سامر تفضلي.
شو هو أجمل صدفة بحياتك؟ أجمل صدفة بحياتي؟ صراحة تعرفت عليك. واو. تاريخ ممكن ما تنساه أبدا، شو هو؟ تاريخ زواجنا. واو. تفضلي. صراحة كم مرة حبيت من بعد زوجتك؟ واو. ولا مرة. حب يعني. ولا مرة. الحب ولا مرة. ولا مرة. الحب حب مو خيانة يعني. لا خيانة ولا حب ولا مرة. نزيد أسئلة زيادة لك الكل ثلاثة. لا لا خلص حرام بكفي يعني. ليش ليش؟ الكل ثلاثة مو صح؟ أنت كمان ثلاثة. هيك أنت كمان. أوكي جايز، عم كنا عم نمزح وهيك سلينا بهالسهرة الحلوة ممتعة مع المتابعين، وإذا بدكم الجزء الثاني بنعمل بنكتشف لسه فضايح أكثر وأكثر وأكثر. وهيك جايز وصلنا لآخر فيديو، نتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، بنقول يوم جديد فيديو جديد، اشتركوا بالقناة حطوا لايك. باي باي.